الانسان ده يا اخي طبعه غريب قوي. يعني مثلا ممكن يمدح واحد يقول له يا غزال، يبقى هو كده بيقول له حاجه كويسه، ولو قال لحد يا حمار يبقى هو كده بيغلط فيه. برضو نفس الحال بالنسبه للطيور، الانسان بطبيعته قال ان الطيور كلها لطيفه وجميله والوانها حلوه وحب الطيور الا الغراب والبومه. البومه دي بتجيب الفقر، الغراب دوت نظير شق، ما ينفعش ان نربيهم، ما ينفعش نشوفهم. كل الكلام ده كان غريب قوي، ولما ابتدينا نحاول نعرف ايه سبب ان الناس بتقول على البومه كده، ابتدينا نبحث فلقينا ان الموضوع دوت مش موجود عند البشر كلهم، ده تحديدا عند العرب، او نسبة كبيرة من العرب هم اللي بيقولوا على البومة كده. اكتشفنا ان في حكاية كده موجودة عند المصريين القدماء، ان كان فرعون بيحب البومة جدا وكان مربيها عنده، لدرجة ان هم كانوا بيقدسوا البومة جدا وكانوا حاطينها في اللغة الهيروغليفية بترمز لرمز الميم، فده معناه ان كان البومة طائر مقدس عندهم وكان ليه وقار واحترام. القصة بتقول او الاسطورة بتقول ان الحاكم دوت فرعون كان بيحب البومة جدا وكان بتقف دايما جنبه، لكن في مرة ضربته بجناحها كانت هتخرم عينه خالص، وبسبب الموقف دوت فرعون غضب جدا على البومة، وممكن يكون توارث القصة جيل ورا جيل لحد ما وصلنا احنا العرب اللي احنا نكره البومة ونعتبرها نظير شؤم عشان ضربت الملك، ولكن السبب ضاع وتاه بينا. لما ابتدينا نسأل الناس المربيين عن البوم قالوا لنا ان الناس فاكره ان البوم بيسحب النظر او البوم نظير شؤم، الكلام دوت مش صح تماما، البوم ما بيسحبش النظر وكل الكلام دوت خزعبلات. ولكن طبعا اي حد عنده غيط حمام هتلاقيه بيكره البوم جدا لان البوم بيأذيه في الحمام بتاعه. كان برضو عند العرب ايام الجاهليه كانوا يقولوا ان البومه الروح الميت بتيجي فيها بالليل وكانت بتطوف حوالين القبر، والكلام ده كله برضو كان خرافات. دي كانت شوية أسباب من الأسباب اللي احنا بنتخيل ان البومة فأر أو نظير شؤم بسببها. لو انت تعرف أسباب تانية عن البومة اللي خلت الناس تعتقد الاعتقاد دوت، ياريت تقول لنا في التعليقات تحت.